طب باشمهندس خالد، المشاركة بقى هل كانت مفتوحة لجميع الطلبة في الجامعات المصرية بمختلف التخصصات، ولا كان في مثلا تخصصات هي اللي مطلوب منها انها تشارك في هذه المسابقة؟ ده سؤال كويس قوي، واحنا الحقيقة سألنا لنفسنا أول ما ابتدينا المسابقة، وكانت الفكرة الأولى أو للوهلة الأولى نقول إيه، طيب احنا عايزين تطبيقات ذكية ومش وحاجات على الموبايل أو حتى على مواقع إلكترونية، فخلينا نروح لشباب التكنولوجيا المعلومات. لكن زي ما قلت لحضرتك من شويه، احنا حبينا ننمي فكر الابتكار بشكل عام، حبينا ننمي العمل الجماعي بشكل عام، وبالتالي في شباب زي ما قلت يمكن مثال الاطباء، وفي امثله اخرى مثلا شباب بيدرسوا في سياحه وفنادق وعندهم فكره هايله جدا جدا للسياحه في مصر، بس هم ما عندهمش الادوات، فدوروا على اصدقائهم واصحابهم اللي عندهم الادوات التكنولوجيه وعملوا فريق، ودي كانت الحقيقه من اجمل الحاجات اللي اتحققت في الجائزه، روح الفريق وروح التعاون وروح ان احنا نفكر انه الحل ما بيبقاش متركز في شخص واحد، لما بنجمع افكارنا مع بعض بنقدر نطلع بحلول تتجاوز اللي يقدر يطلع بيه شخص بمفرده. تمام. طيب باشمهندس، ما كانتش مقتصره على كليات معينه، كانت مفتوحه للكل. تمام. الثلاث مشاريع اللي هم الفائزين بالثلاث مراكز الاولى دول بقى اللي هيتولى انتاج هذا المشروع، هل هم الطلبه او الفرق اللي نجحت، ولا ده هتستثمره بقى الحكومه او هتقوم بتنفيذ هذه المشروعات او الاشراف عليها وزاره التخطيط؟ الحقيقه هتشرف عليها وزاره التخطيط، ولكن التنفيذ الفعلي هيبقى بالتعاون ما بين الطلبه وما بين الجهات المستفيده. يعني الجهات المستفيده المقصود بها الوزاره او الهيئه اللي المشروع دوت بيقدم خدمه للمنتفعين او للمتعاملين معاه. فهو برضو مرة تانية جهد مشترك بيدي فرصة للطلبة ان هم فعلا يبقوا بيلتحموا بالعمل اللي بتقوم به الدولة، وبيلمسوا بنفسهم المجهودات اللي بتتم في الدولة للتطوير الخدمات، وفي نفس الوقت فرصة للزملاء اللي في الوزارات و ان هم يستقبلوا افكار خلينا نقول فريش او جديدة او مبتكرة ويتعاملوا معها. وزارة التخطيط بتقوم بالدور التنسيقي وبالدور التمويلي لغاية ما هذه الأفكار، أو هي الحقيقة تجاوزت مرحلة الأفكار دلوقتي، لأن احنا جزء من التقييم كان فيه تيستنج وما إلى ذلك. هل ممكن نتعرف يا باشمهندس على أبرز هذه المشروعات؟ أو يعني أنا عارفة أنه لسه هيتم الإعلان عن الفائزين بشكل كده أنت بتحرجيني إن أنا لا بشكل رسمي، ولكن ممكن بس نقول أبرز، أو حتى يعني عشان الطلبة اللي بيستعدوا إن شاء الله بإذن الله في المسابقة القادمة إن هم يقدموا مشروعاتهم، فربما ممكن نفتح بعض من الأفكار والرؤى الجديدة، إيه هو متطلبات ومقتضيات العصر، الدولة في احتياج لإيه فيما هو قادم أو نحو مستقبل أفضل إن شاء الله. يعني إن شاء الله. الحقيقة إحنا بالنسبة للدورة القادمة إحنا أوريدي ابتدينا نستعد من قبل حتى ما نخلص نتائج الدورة الأولى، من خلال إن إحنا بنجمع مجموعات من التحديات اللي مثلا تسهل على الطلبة في الجامعات كل ما هو متعلق بشؤون الطلبه وما الى ذلك. احنا الحقيقه الدوله عملت خطوه مهمه جدا جدا بالتنسيق الالكتروني، وعاوزين نكمل هذه الخطوه طول مسار الشاب او الشابه في الجامعه وتعاملاته الاداريه. مثلا في مجال النقل واستخدام وسائل المواصلات المختلفه، كيفيه ان يتم المواضيع ديت بين وسائل مختلفه وبين وسائل مواصلات مختلفه و بسلاسة وبسهولة. كذلك الأمر مثلا الحصول على الإنسان أحيانا بيكون انترستد في معلم سياحي في مصر، من ناحية بيبقى عايز يعرف معلومات، وبعدين لما يعرف معلومات ويبقى انترستد لازم يطلع من الابليكيشن دوت أو من السايت دوت ويروح يدور على حتة تانية يحجز فيها مكان ويحجز فيها عربية. احنا بنحاول نخلي الموضوع زي ما بيسموه ايه سيمليس، يعني من غير ما يضطر ان هو يغير الصفحه او الموقع اللي هو فيه. فالحقيقه احنا نفس الكلام برضو بنشتغل عليه في وزاره التموين وكذلك في الخدمات الصحيه، يعني الحاجات هي اللي بتلمس المواطن الفرد العادي الحقيقه. يعني احنا وربما في الناحيه اللي بتلمس الاعمال او يعني خلينا نقول البيزنسز يعني والاعمال، احنا مركزين شويه برضو على الحاجات اللي ممكن تخدم المشروعات الصغيره، لانه اخواتنا واخواننا اللي بيبقوا في المشروعات الصغيره ربما ما بيبقوش مثلا عندهم كيانات كبيره وفيها ناس محترفه تقدر تتعامل مع الخطوات الاجرائيه المختلفه، فبرضه بنشتغل على حاجات تقدر تسهل لهم اللي محتاجين يعملوه.
طيب باشمهندس، يعني احنا بنتكلم على 300 فكره او 300 مشروع بناء اللي هم تم تصفيتهم بعد كده زي ما حضرتك ذكرت ال 10 ثم الثلاث مشروعات الفائزه بالمراكز الاولى. عدد بقى اجمالي الطلبه اللي كانوا بيشاركوا في هذه الدوره قد ايه العدد يا فندم؟ احنا بنتكلم على انه ال 300 فكره دول متقدمين بمعنى اخر من 300 فريق، يعني والفريق كان متوسطه مثلا من 5 لـ 7 أو 8 افراد، يعني احنا بنتكلم في قرب ال 2000 طالب. طبعا العدد مش ضخم جدا عشان احنا ده وجهه نظرنا احنا الشخصيه، ولكنه بدايه مبشره جدا جدا. الشباب المصري اولا مليء بالافكار وبالطموحات. الشباب المصري عنده شغف قوي جدا جدا ان هو يساهم ويشارك مع بلده. ولكن في نفس الوقت هو محتاج يلاقي القنوات والفرص اللي يقدر من خلالها ان هو يدي المساهمه دي. فاحنا الحقيقه دي الامتياز في نقطه برضو يا باشمهندس خلينا نوضحها برضو يعني ابناء مصر من الطلبه عشان الدوره القادمه. اكيد الطالب اثناء مشاركته في هذه المسابقه لحد ما يتم طبعا الاستقرار على هذا المشروع او التصفيات او ما الى ذلك، في مميزات بيحصل عليها من خلال المشاركه، او كل فرقه ربما يكون في بعض المميزات اللي بتتعلق بجانب المشاركه فقط، وانا ما بتكلمش على الجوائز ولكن بتكلم من بدايه المشاركه في هذه المسابقه. الحقيقه المميزات هي مميزات متعلقه بان هو يتعلم وان هو يبني مهاره باي شكل من الاشكال، سواء فاز او لم يفز، هتساعده ان هو يبني طالما عنده هذا الشغف تجاه التكنولوجيا ان هو يبني مسار لو حب يبنيه سواء برياده اعمال او بتوظيف. فاحنا الحقيقه بنقدم العديد من الدورات التدريبيه على مدار فتره المسابقه اللي تساعد الشباب. المسابقه هي من ناحيه مسابقه بس هي الحقيقه مش امتحان، يعني ده مش امتحان تخرج مثلا وبيعملوا مشروع تخرج، لا، ده مسابقه غرضها احنا عاوزين كل الشباب ينجح، بس في نهايه الامر لازم نختار افضل العناصر. وبالتالي المميزات الاساسيه هي مميزات في بناء المهارات، بناء القدرات. النقطه الثانيه الحقيقه انه الشاب او الشابه بيتعرض الى ادراك ولمس حقيقه الجهود اللي بتبذل من الدوله المصريه لتطوير الخدمات المقدمه للمواطنين، وبالتالي هو بيبتدي ينشا في ذهنه ويتفتح ذهنه وافقه لافكار وافاق ربما يعني ايه نقول يا باشمهندس ان المشاركه في حد ذاتها هي يعني هي امر بيفيد الطالب سواء اذا كان من الطلبه اللي هيدخلوا في مرحله التصفيات فيما بعد او يعني مجرد المشاركه. يعني كل التوفيق طبعا لكل الطلبه ومبروك مقدما لجميع الفائزين او اصحاب الثلاث مراكز الاولى، ولكن على ما يبدو ان الفكره بس مش في الفوز بالمراكز الاولى في الجائزه، ولكن المشاركه في حد ذاتها تفيد جميع الطلبه المشاركين في المسابقه دي.